متابعين قناة أشواق عتبي، مرحبا بكم معنا. اليوم معنا غادي نقول لها وردة أو دموع وردة، حيت هي باش تعرفات بزاف وأنا شخصيا كنت معجبة بها بزاف بزاف. سلوى زهران اللي بانت مؤخرا في بزاف الأعمال الدرامية المغربية، صراحة عطات لمسة ديالها وباعتراف فنانين كبار، وبغينا نتعرفوا عليها مازال أكثر. عرفي الجمهور ديالك عليك أكثر من المنبر ديال أشواق عتبي. سلوى زهران ممثلة مغربية، واش غنقول لك؟ زوجة سيليباتير. كنا اليوم حاضرين الاحتفال بفنة بنت نرجس، صافي بليزير تلاقيتكم. يمكن أول مرة نتلاقاو ياك؟ أول مرة صافي بليزير، إن شاء الله ما تكونش لا ديغنييغ. لا أبدا. وسلوى زهرة ما عندهاش شي مشروع ديال الزواج من قدام؟ وزوقات الزين كامل ما لاقيش الزواج؟ لا لا، ما عندي حتى شي مشروع ديال الزواج، و سي با بريفو. جو مي كونسونطر على ما في بروفيسيونيل، وداك الشيء كيبقى ارزاق. ديما تنقولها هاد الجمله، ديما كنقولها وديما تنعاودها، داك الشيء كيبقى ارزاق، ولكن نو ما كاين حتى شي بروجي ديال الزواج. كلا عليك. عاودينا على التجربه ديالك ملي دستي مع مجدولي الادريسي، مع رفيق بوبكل اللي كنعرفوهم، هما دازوا يعني قبل منك، هما الجيل اللي قبل منك. كيفاش كانت الخدمه والاشتغال معاهم، الاجواء؟ مجدولين و قلتي لي رفيق، سي سا مجدولين ورفيق من البرومي كونتاكت داز بسلاسه كيف ما كنقولوا. دايوغ ملي كنقولوا مجدولين غنقولوا رفيق، حيت دين اغلبيه تيكونوا بعضياتهم. دو بيرسون مانيفيك، دو بيرسون كيعطيو ما كيبخلوش عليك. كنا ديك الساعه اون 2019 دموع ورده، كنت يلا ماشي يلا بديت، مي اول مره كانت عندي تجربه بمسؤوليه كبيره في ان برومي رول. ما بخلوش عليا بالعطاء ديالهم، عندهم لو سونس دو بارطاج. دايوغ باقيين بجوج صحابي بزاف، اوني توجور ان كونتاكت من دموع ورده ومجدولين، سي باغمي مي غراند امي اجوردي. نسولك على اكابون، كيفاش دايره هي في الحقيقه؟ حيت كنشوفها في واحد الممثله اللي شويه سميه، اللي ادورابل، تري بيل ديكوفيرت بور موا. مثلت معاها في خدمنا في دو بروجي انا وياها في دموع ورده، واخر مره سيتي في شمس العشيه، اخر تيلي فيلم درتو. سي بيرسون زوينه بزاف، تري بوزي، تري كلاس. لي تري تري بوزي، لي تري كلاس، لي تري درول اوسي. سي ان بيرسوناج ان فيت، عندها واحد شي حاجه سبيسيال هذيك السيده، جو ليم بوكو. انت كانت عندك البصمه ديالك ما نكذبوش، ودموع ورده اتقنتي الدور وبمهاره وبشهاده النقاد وحتى الممثلين اللي كانوا معك، صراحه كنشوفهم كانوا كيقولوا بلي زعما ديك الساعه كنت يلا بديتي واحد البروجي اللي غادي هو باش تعرف عليك الجمهور اكثر. وي كنفتخر بهذه الشهاده هادي، صافي توجور بليزير، ولكن هادشي ما كيمنعش ان ديما الممثل خصو يبقى يطور من راسو. ماشي حيت درتي بروجي واحد تمدحتي فيه كتقعد تقولي صافي انا راه وصلت، حتى شي واحد ما وصل، حتى شي واحد ما وصل. وديما الواحد خصو يبقى يطور من راسو وما يبقاش ديما في نفس النيفو، ديما تزيد لقدام. سلوى زهران غتمشي للسينما؟ باقي انا اكتوالمون تورناج دان لون ميتراج مع جمال بن مجدو، سميتو اوتيل دو لا بي، فندق السلام. باقي كاع ما سالينا التورناج ديالو، اوني اون بوز، اون فا بيانتو ريبروندر. دونك سي ان دوزيام اكسبيريونس في السينما، ما توت بروميير سيتي افيك نور ديال الخماري في بيرن اوت اون 2016، مي هادي بالضبط غتكون تجربه فريده من نوعها، باسكو سي ان فيلم دو جونغ، سي ان فيلم دوغور، سي با ان فيلم نورمال. يعني ما تعودناش على هاد الافلام في المغرب. نو اكزاكتلي، في المغرب من هواجس بعدهم غير في الليل. اكزاكتومون، ما كيداروش بزاف، و جو بونس كو حتى فاش كيداروا ما كيكونوش دي زيكسبيريونس ريوسي، ا مون افي، سا ريست ان افي بيرسونيل، ما كيكونوش دي زيكسبيريونس ريوسي، جو بونس، اي جو بونس فورتمون كو هاد البروجي هذا يل فا فير لا ديفيرونس. زعما نتسناو شي حاجة. غادي يل فا فير لا ديفيرونس باسكو نون سولمون لي مويان كي اون تي ديبلوايي في هاد البروجي سون دي مويان ديال لي نورم انترناسيونال.
que ça soit من جهة la production, que ça soit من جهة la direction d'acteur, scénario تا هو كنظن مين اللي غيدير لا ديفيرونس. ان شاء الله نكونوا عند حنا نحضروا الافتتاح ديال الفيلم ونحضروا لافون بروميير ديالو. وقتاش وقتاش ولا واش؟ ان شاء الله نحضروا معاك لافون بروميير. قولي لينا غير وقتاش. باقي ما عرفناش حيت باقي حنا باقي ما ساليناش دابا اوني اون بوز اي اون فا ريبروندر بيانتو لو تورناج وان شاء الله فاش غادي يكمل راه فو سخي انفورمي ضروري. قولي لنا سلوى اليوم بعدا شكون دير لك ماكياج؟ Alors, maquillage Jelly, c'est la première fois que je travaille avec un maquilleur, Amine Castor. Je ne sais pas ce que ça fait. C'est un jeune. جبت لي مانيير تو بيل كسوا avec le maquillage ou la bla le maquillage. انا فرحانه اليوم حيت معاك بغيتك تقولي لي شنو الجديد ديالك القريب وحنا دابا عارفين بان رمضان قريب شنو غادي يكون. الوغ ان شاء الله هذا رمضان هذا عندي مسلسل في القناه الثانيه غيكون سميتو القلب ما يريد من اخراج علاء كعبون اي لا برودكسيون ديال كونيكسيون ميديا اي جو بونس كو غادي يكون مسلسل اخر ما قدرتش نعطي دي ديتاي اكثر باسكو باقي كاع ما بديت لو تورناج مي كنظن حتى هو غيكون على القناه الثانيه رمضان نوي لي سيت كوم كوميديا سلوى كوميديا شوفي انا بطبعي كيقولوا لي جو سوي درول فهمتي انا فكاهيه انا في الضحك في التقشاب ولكن با بوغ طون باش نديرو في التلفازه ولا نمثل في دي سيت كوم ولا في فكاهه يفو فير لا ديفيرونس حيت كاينين دي جون كي فون با لا ديفيرونس. Du coup, je préfère me faire le domaine que je maîtrise. Je ne maîtrise pas totalement, mais je le maîtrise. Voilà, car ça fait que tout ce qui est comique ou là. Je suis pas contre. Rien que dans le ما انا ماشي مؤهله باش ندير الفكاهه انا كنشوفك مؤهله لانك انت فنانه تبارك الله عليك اللي جا معك غادي اللي درتي غادي يواتيك لا ولكن عاوتاني الا جات الى لوكازيون دو بريزونطاس ان بون بروجي سي سورتو ان بون بروجي سورتو تيكست ان بون بروجي مكتوب مزيان علاش لا زعما اون بو اسيي ولكن بوغ لانستون ما حد ما كاينش هذا الشيء هاد لي كريتير جو بريفير نبقى في سكو جو ميتريز دابا غادي نقول لك قولي لينا شي حاجه اللي تبغي تقولها للجمهور ديالك عبر المنبر ديال الاشواق عاديه كنقول لهم ميرسي بوكو على التشجيع ديالهم كونستامون ديما 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 لهلاش مخاصمه مع لي ميديا فهم مع مواقع التواصل الاجتماعي ما كنشوفوكش بزاف انا التليفون ديما في يدي باش تعرفي و جو سوي ديما سور لي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك سيغت جو بارطاج با بوكو حيت ما عرفتش يمكن انا هكذاك انا هكاك ما كنبغيش نبارطاجي حياتي بزاف وما كنبغيش نتاكسبوزا بزاف حيت انا ماشي انفلونسوز فوالا ما كنخلطش بين قوسين تبارك الله عليك اي فوالا اخيره ميرسي بوكو على الظرافه ديالك مريم على الاستقبال ديالك ولا ليكيب ديالك حتى هي حمزه بقنادل والمسيو حتى هو اي فوالا كنقول حتى الجمهور ديالكم تابعونا وان شاء الله نكونوا ديما عند حسن الظن ديالكم وعند حسن الانتظارات ديالكم شكرا بزاف سلوى وحتى انا بدوري كنشكرك وكنقول لك تبارك الله عليك شكرا